ادخلي ادخلي ادخلي. عائشة روحي غيري هدومك عشان هتستحمي. عم رجب دخل الشنط جوه والنبي. حاضر يا حاجة. حاجة؟ ايه يا حاجة اللي بيقولها لك الراجل قليل الذوق دي؟ بقولك ايه؟ مش كنت قلتي لجوزك الأول بدل ما يعمل لك مشكلة في وجودي هنا؟ أقول له ايه؟ ده لو عرف إن أنتِ كان عندك مشكلة وأنا ما ساعدتكيش ساعتها فعلاً كان هيعمل لي مشكلة. بقولك ايه؟ عيشي حياتك، الكاتل عندك أهو والنسكافيه في الدرج، أنا هروح أحمل البنت. تحمل بنت؟ طب ما تخلي دادا تحميها. دادا تحميها ايه؟ أنا ما بجيبش دادات. واحدة تقول لي أصل أمي، واحدة تيجي يوم والتاني يوم ما تجيش، لا 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 أنا في غنى عن الكلام ده. يا ستي ومين اللي قالك تجيبي مصرية؟ ما تجيبي فلبينية. أجيب واحدة الله أعلم بتربي بنتي إزاي؟ وبعدين أنا فاضية قدامك وما بعملش أي حاجة خالص. يا نهار اسود ومنيل، يبقى الراجل عنده حق بقى لما قال لك يا حاج روحي يا حاج حمي البيت. طب عيشي حياتك في المطبخ. ماشي يا حاج. ايه بقى العز اللي هي عايشه فيه ده؟ وانا اقول ما بقتش تسال عليا وقطعت. طبعا ما الاشكال دي بتفتكر ان انا ممكن احسدها. ما بقاش الا دي كمان، هي والجربوع اللي اتجوزته ده عملوا امتى كل ده وازاي مش عارف. حلو قوي، بنت السفير عايشه في الشارع وبنت الالاتي عايشه على النيل.